نظمت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة والمعهد العالي للنقد الفني ندوة ثقافية بعنوان العاشر من رمضان أمهات ومبدعات. تأتي الندوة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي يتزامن الاحتفال بهذا العام مع شهر مارس، حيث احتفالات مصر والعالم بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم. سعيدة قوي لأن أنا فعلا أقدر جدا المحاربين، ولي أخ استشهد في الحرب 67، فالشهداء دول على رأسنا من فوق وذكراهم لازم نجددها باستمرار ونترحم عليهم وندعي لهم، وبرجو أن كل مصري يدعي لكل شهيد دافع عن مصر بالرحمة والمغفرة وفي الجنة كلهم إن شاء الله. سعدت جدا جدا وأنا بسمع طبعا ذكريات أسر أو أمهات الشهداء اللي احنا النهاردة بنكرمهم، كل واحدة أنا تعمدت أن أنا أطلب من كل واحدة كلمة، على الرغم من أن أنا متأكد وعارف أن هذه الذكريات بتثير كثير من الشجون والألم في داخل النفوس، لكن كان مهم أوي ولازم أن احنا كل شوية نتذكر شهدائنا ونتذكر قصص هؤلاء الأبطال وأنهم سطروا أسمائهم بحروف من نور في تاريخ هذه البلد دفاعا عن أرضها وعن شعبها عشان احنا نعيش في استقرار وأمن وطمأنينة. فكرة ان احنا نكرم أسر الشهداء وان احنا بنتكلم على العاشر من رمضان والامتداد الحقيقي في دعم الوطن من حرب 73 لغاية النهاردة، فاحنا يعني العطاء من أجل الوطن لم ينتهي، وإحنا في حربنا ضد الإرهاب الحقيقة هي حرب ضروس، حرب شرسة خضنا فيها يعني أيام وليالي طويلة، سنوات من عمر الوطن، شهداء يعني بذلوا أغلى ما يملكوا أرواحهم في سبيل هذا الوطن.